بدينا تحضيرات قلنا باللي اول هدف تاعنا رئيسي وهو طبعا التاهل الى تصفيات كاس افريقيا، وهذه كانت هذه مرحله لنا جد جد مفيده. هذه المرحله اللي عقبناها هذه سيتي اون ايتاب يعني تري تري بينيفيك بور نو سورتو بارابور عندنا مونك دو كومبيتيسيون دونك نقص منافسه دوليه. جاتنا فرصه مع في هذا الكاس العرب على كل حال من كل النواحي يعني استفدنا، كاين عده نقاط ايجابيه وطبعا كاين دروس اللي رايحين نهزوهم يعني ان شاء الله يعني من النقاط السلبيه. علاش حتى ما تكاليفيناش مثلا التاهل الى نهائي وين كنا يعني اون دومين يعني كما شفتوا توت لا رونكونتر يعني لو ماتش مي كونتر لا تونيزي مي ما قدر ما كتبش ربي يعني ما قدرناش نروحوا لا فينال. انا كي حكمت الفريق لقيناهم توقف تام تدريبات منافسه يعني وطنيه محليه ولا حتى دوليه، ولكن الحمد لله درنا ثقه في هذه المجموعه وكانوا يعني مدوا داروا مجهودات كبيره جباره لازم نشجعوهم. حبوا يعني يوصلوا النهائي ويهديوا يعني الجزائر وكل المحبين تاع الكره النسويه، لكن انا شجعتهم وقلت لهم يعني ما تحشموش بهذه النتيجه، بالعكس يعني درنا مشوار كمام مشرف نصف النهائي ان شاء الله. ان شاء الله القادم حيكون احسن. نقدروا نكونوا نقولوا انه استفدنا منها بزاف بزاف. ما نساوش انه كما قلتي انه جائحة كورونا وقفت العالم كله، بصح الحمد لله يا ربي احنا استفدنا منها. ما كناش نتمناو انه نخسروا بهذيك الطريقة بضربة الجزاء، هي حظ. كنا قادرين نربحوا في المباراة، ما سعفناش الحظ. نقص الخبرة نقدروا نقولوا كاين بنات شوية عندهم نقص الخبرة. ما ننساوش انه 99% لاعبات محليات، أول مرة تقريبا يلعبوا بطولة بطولة خارج الوطن. نشكرهم أول شيء أنه داروا اللي عليهم وربي ما وفقناش. كما نقولوا حنايا هاد التعطر اللي تعطرناه في النصف النهائي هو حيقوينا إن شاء الله باش ندخلوا بربي إن شاء الله تصفيات كأس إفريقيا بقوة بربي إن شاء الله. وي بيان سور حنا درنا اللي علينا، ما حرفناش الحظ مالوروزمون، خدمنا اون بو فير ميو ونستاهلوا ثاني اون ميريت مي فريمون ميو. لا غالب سي لدستان المكتوب هذا هو. اي بوي فوالا ان شاء الله مازال باقي ليزيليميناتوار تاع لا كوب دافريك اكسيتيرا، مازال نزيدو نخدمو لو ميور غاست افينيغ ان شاء الله. مره بزاف حنا رحنا بالاوبجيكتيف باش نديو كوب دارب، مي ما كسبتش، درنا اللي علينا حتى اخر لحظه وحنا نجاهدوا، مي لا غالب خسرنا بلي بيناتي ما كسبتش. معليش المباراه مع تونس كانت نقولوا شغل حنا اللي ضيعناها، خاش كنا كابوب نفوزوا المقابله هذيك. مي نقولوا الحمد لله ربي ما كتبهاناش، شاف فيها خير الحمد لله. مازال الخدمة القدام.